بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. في وسط مكالمات الأمهات اللي بتجيلنا واللي بيشتكوا من عفرطة ولدهم وعندهم وعصبيتهم ودوشتهم، في وسط كل هذا الصخب العيالي بتجيلنا مكالمات قليلة، احتمال تكون يعني نادرة كمان، لكن هي موجودة بتشتكي من هدوء وخجل وانطوائية الطفل يصاحبها لزقة بغرف الأم. أنا كنت أعرف بنت أو أم يعني بنتها لا يمكن تسلم على حد أبدا ولا يمكن تلعب مع أطفال تانيين، ما بتحبش تخرج وما بتحبش تزور حد في بيته أبدا، على عكس معظم العيال اللي ما بيبطلوش يطلبوا الخروج والفسح واللعب، واللي بيروحوا عند أي حد يبقوا عاوزين يباتوا عنده وعندهم استعداد ينطلقوا في الشوارع والنوادي 24 ساعة. يمكن أمهات الولاد الأشقية الهايبر دول يحسدوا الأم دي على هدوء بنتها وأخلاقها وقلة طلباتها، بنتها مريحاها بقى مطرح ما بتحطها بتتحط ومش مزعجة الإزعاج اللي هم عايشين فيه ده. لكن الحقيقة ان هي يعني مزعجة بشكل اخر، يكفي ان هي مش قادرة تتفاعل مع الناس ومش عارفة تتعامل مع مخلوق غير مامتها، وده الحقيقة بيعمل لود وضغط كبير على الام. زي الام اللي كلمتنا تقريبا الحلقة اللي فاتت وقالت لنا انه بنتي، لفت نظري قوي الجملة دي، قالت بنتي بتتعامل مع الدنيا من خلالي انا، وده طبعا اصعب مليون مرة من الطفل اللي يعني بيسلك اموره بنفسه وبيعرف يتصرف. اصل الدنيا مش هتفضل من خلال ماما طول عمرها، بعد كده لا، في مدارس وفي عيال بتغلس وعيال بتزق تترازل، ومهما كان الطفل في حاله وساكت هيلاقي اللي ينكشه ويجر شكله، ولو فضل غلبان كده وساكت وكل اللي يقدر يعمله انه يعيط او يرفض يروح المدرسه ويواجه، ومامته برضه هودته او سمعت كلامه، يبقى هتبقى الام سبب من الاسباب اللي بتزود انطواءه وخوفه من الانخراط والتفاعل مع الدنيا بحلوها ومرها. السؤال بقى هنا، هو الانطواء والهدوء ده لو هو صفة موروثة، واحد كده طبعه كده وارث الانطواء ده من أبوه أو من عيلته، يعني هل ممكن البيئة اللي حواليه يعني تغيره ولا ده صعب؟ الحقيقة ان انا خرجت مرة مع يعني واحدة ست كده هي وجوزها، وهي الحقيقة متحدثة لبقة وبترحب بالناس وبتتكلم معاهم ولطيفة جدا، وبعدين لقيت جوزها يعني ما نطقش حرف طول القعدة، ساعتين مثلا ثلاثة قاعد ساكت ما نطقش حرف، ما بصش لحد، ما اتكلمش، ما اتعاملش مع حد خالص، يعني الناس اللي قاعدة دي ولا كأنهم قاعدين أصلا، قاعد مع نفسه تماما ولا كأن الحوار اللي شغال ده هو سامعه. وبعد كده عرفت إن هو أصلا ما بيعرفش لا يخرج ولا يروح في مكان ولا يعرف يسلك أموره في الدنيا من غير ما مراته تبقى معاه، وإن هي وصل لدرجة من الخنقة والملل، وحاسة إن هي الراجل والست في نفس الوقت، لأنه معاها شخص صموت انطوائي لدرجة تجنن. وبالتالي لما نعرف إنه الحالة دي ممكن تكمل مع الطفل لغاية ما يكبر كده وتأثر بشكل كبير على حياته الاجتماعية، لأ يبقى لازم ناخد وقفة ونشوف إزاي نفك الطفل الانطوائي ده من وهو لسه صغير، ونخليه ينخرط في الدنيا ويتعامل مع الناس قبل ما الدنيا والناس يدوروا ظهرهم ويبعدوا عنه. احنا هنسأل دكتور إيهاب عيد عن الموضوع الطفل الانطوائي ده، كمان حضراتكم تقدروا تتصلوا بيه وتسألوه أي سؤال، كمان تقدروا تبعتوا رقم أي رسالة يعني أو أي سؤال على رقم رسائل الموبايل قدام حضراتكم على الشاشة 912-336، وهنرد عليها إن شاء الله بعد فاصل قصير.